مساء الخير مشاهدينا الكرام، عناوين النشرة الرئيسية. بالقصر الملكي بفاس، جلالة الملك يشرف على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19، ويتلقى جلالته الجرعة الأولى من اللقاح. مقاربة استباقية نهجتها المملكة المغربية بفضل الرؤية الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك للتصدي لجائحة كوفيد-19، وحرص من جلالة الملك على مجانية اللقاح لكل المواطنين. عملية التلقيح ضد كوفيد-19 تنظم بصفة تدريجية وتستهدف في مرحلتها الأولى العاملين في الصفوف الأمامية ضد كوفيد-19 والأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق. نستضيف ضمن هذه النشرة مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، دكتور عز الدين الإبراهيمي. مرحبا بكم بروفيسور. شكرا جزيلا على الاستضافة الأستاذة مدن. مرحبا بكم، أهلا بكم. البداية من القصر الملكي بفاس، حيث أشرف اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19. التفاصيل نتابعها مع بعثة الأولى. بالقصر الملكي بفاس، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19. وبهذه المناسبة تلقى جلالة الملك حفظه الله الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19. وطبقا للتعليمات الملكية السامية، ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي 30 مليون، على أن يتم تلقيح حوالي 80% من السكان، تقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس في أفق عودة تدريجية لحياة عادية. وستتم الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 بطريقة تدريجية وعلى أشطر، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين الذين تفوق أعمارهم 17 سنة. يتلقى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدم على جلالته نعمة الصحة والعافية وطول العمر، وأقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إعطاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 يؤكد حرص جلالته على صحة المواطنين منذ ظهور أول حالة وبائية ببلادنا، دلالة عميقة بحمولة إنسانية جاءت على لسان المواطنين. نتابع الارتسامات التالية. بداية تنعيش واحد العرس صحي كبير جدا اللي عطى الإشارة ديالو صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فاش عطى الإشارة للمغاربة مجموعين بأن التلقيح راه هو آمن وصحي، هو اللي غادي ينقذ لنا الحياة ديال المغاربة مجموعين. هذه الحملة الوطنية للتلقيح اللي عطى الانطلاقة ديالها سيدنا نصره الله وأيده بتلقيه أول جرعة للقاح ضد كورونا، اليوم احنا جنود مجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس. حدث تاريخي بإقدام صاحب الجلالة على على أخذ أول جرعة لقاح،
واي مبادره وخذها جلاله الملك الا فيها مصلحه للبلاد والعباد. نتمنى المواطنين كلهم يكونوا خلف صاحب الجلاله الملك محمد السادس ايده الله ويديروا التلقيح ديالهم باش نكتسبوا المناعه الجماعيه. اليوم استبشرنا خيرا ملي شفنا صور ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله ونصره انه كيدير اول جرعه ديال ضد كوفيد 19. فالمغرب فهو كان سباق لهذه المبادره هذه، ودائما المغرب سباق لجميع المبادرات. لا يسعنا سوى تمين المبادره الملكيه من اجل إعطاء الانطلاق الوطني للتلقيح في أحسن الظروف، كما نتمين المجهودات الجبارة المبذولة من طرف صاحب الجلالة. صاحب الجلالة كيعطينا مؤشر آخر يعني اللي كيبدد به جميع المخاوف، بحيث أنه كان يعني كثرت الأسئلة. وتنشكر سيدنا الله ينصره، لأنه في الحقيقة بادرة طيبة بزاف، لأنه وصلنا واحد المرحلة ديال اللقاح ديال كوفيد 19 ولينا احنا في الدول الإفريقية احنا السباقين. هذا مجهود كبير. عملية التلقيح اللي تعطى سيدنا الله ينصره الانطلاقة ديالها اللي تنشوفوا فيها كمواطنين أنها مبادرة جد مهمة، مبادرة أول الهدف ديالها هو الحد من الانتشار ديال هذا الفيروس، لأننا تنعرفوا أن الآن العالم برمته ما وصلش لشي دواء اللي يمكننا ناخذوه، شي دواء اللي يمكننا نتعاطوه ونتشافوه، وبالتالي تيبقى التلقيح هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة أنها تحمينا من هذا المرض. نشكر جلالة الملك على هذه المبادرة اللي قايم بها معنا. الحمد لله من بدا الوباء هو مواكب هذا الشيء، وكان هو أول شخص تيقوم باللقاح، يعني رسالة توجه لجميع المواطنين إن شاء الله باش تاهما إن شاء الله يتلقحوا ويبعد عن هذا الوباء من بلادنا ونكونوا إن شاء الله بخير وعلى خير. وكما ذكرنا في بداية هذه النشرة، نستضيف البروفيسور عز الدين الإبراهيمي مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط. مرحبا بكم مجددا بروفيسور. إذا ما هي الدلالات العميقة التي يكتسيها إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الانطلاقة الفعلية لعملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد 19؟ وانا الاستاذ المدن متاثر جدا. علاش؟ لان ملي كنشوف المواطنين ديالنا كيعبروا ديال على الاراء ديالهم، واحس بانه انا فخور جدا، فخور جدا بالمغرب، فخور بما قمنا به، وفخور بملكي باش نقولوا الصراحه، لانه صاحب الجلاله بالخيرات الفعلي والشخصي ديالو في هذه العمليه منذ البدايه ديالها. ربما الناس كينساو، ولكن ما كنساش صاحب الجلاله كان الشعار ديالو باي، شعار من النهار الاولاني كيقول مهما كانت الكلفه، مهما كانت الكلفه فحياه المغربي ليس لها ثمن. نعم. اذا اليوم اكثر من ذلك، الرمزيه ديال الشيء ماشي هو انه اعطى من شخصه الكريم، لان تطوع هو كاول مغربي. نعم. باش ياخذ اللقاح، وهذا شرف كبير لنا كاملين. علاش شرف كبير كامل لنا؟ لانه احنا كباحثين في المغرب وكليجان وكمواطنين، ملي كيصاحب الجلالة كيعطينا الثقه يلهمنا كثيرا. وانا كشخص ربما ما قدرش ناخذ صفات المغاربه كلهم، ولكن اعبر عن افتخاري بملكي وبوطني، وكنظن ان شاء الله هذا مفتاح خير كبير بالنسبه في مواجهه هذه الازمه. نعم اكيد استاذ. اذا انطلاق الحمله الوطنيه هي محطه اساسيه في مسلسل مواجهه الجائحة ببلادنا، وطبقا للتعليمات الملكية السامية في هذا الخصوص ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب. يعني هنا كيف استطاع المغرب التموقع ضمن أولى الدول الإفريقية التي أطلقت حملة للتطعيم ضد كوفيد 19، يعني في ظل كل هذه الإكراهات التي تعرف أو التي تتميز بإكراهات تمتاز بإمدادات لقاحات على مستوى السوق العالمية؟ بالضبط الأستاذ مودن، غير باش نذكروا الناس ما يقع في العالم، حنا ماشي منعزلين بوحديتنا، العالم كان واحد الضغوط كثيرة على التصنيع، لأن كاين طلب على المليارات ولا الملايين ديال الجرعات، وكاين بأن القدرة التصنيعية قليلة جدا. ولكن المغرب، هذا اللي بغيت نقول دائما وأفتخر بذلك، كانت واحد المقاربة استباقية. في الأول حنا دائما كانت المقاربة استباقية، وفي الأول كان صاحب جلال بالخيرات الشخصي ديالو تمكننا باش تكون عندنا واحد اتفاقات تجارية، وبعد ذلك المغرب برجالاته ونسائه الحمد لله تمكن بأنه يمكن المغاربة هذه الجرعات الأولى، وهذا شيء جميل جدا ويجب على جميع المغاربة الافتخار بذلك. سأعود لمواصلة الحديث معكم بروفيسور، وارتباطا بالأزمة
أو الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19 هي أزمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، وشكلت اختبارا حقيقيا لقدرة الدول على الصمود في وجه الجائحة. أرقام الوفيات والإصابات تجاوزت كل التوقعات، والمغرب وبفضل التدبير الاستباقي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله تجنبت بلادنا سيناريوهات كارثية، واستطاعت تدبير الأزمة بكل فعالية منذ الأيام الأولى لانتشار الوباء وإلى حدود الحملة الوطنية للتلقيح التي أعطى جلالة الملك محمد السادس اليوم انطلاقتها الرسمية. مبادرات الملكية في مواجهة فيروس كورونا المستجد نتابعها في تقرير نوال القرري. التدبير الملكي لأزمة كورونا فيروس شكل نقطة ضوء من خلال العديد من المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من الإنسان أولوية قصوى. رؤية ملكية استباقية قوامها التضامن والتعبئة الشاملة في كل القطاعات. 15 مارس الماضي أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق تدبير الجائحة، خصص لدعم الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر تأثرا، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من الآثار الاجتماعية لهذه الأزمة. صندوق تدبير الجائحة وصلت اعتماداته في متم يونيو الماضي أزيد من 33 مليار درهم، مكنت من تقديم المساعدة المالية لفائدة ملايين الأسر التي تأثرت بالأزمة. ولأن الأمن الغذائي للمواطنين جزء من أمنهم الصحي وهم يعيشون تحت الحجر الصحي، فقد أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لتأمين الأسواق وتزويدها بما يلزم في معيشه اليومي، وبأن لا يسمح بأي شكل من الأشكال المزايدة أو تحقيق الربح على حساب المواطن. قبل ما المغرب يأخذ بعين الاعتبار الجائحة، وإحنا كمغاربة كان صاحب جلالة الله ينصرو هو أول واحد اللي اتصل بنا باش يشوف قبل ما يتشدوا الحدود أشنا هما التدابير اللي غادي تكون، وكانوا التعليمات ديالو واضحة أنه التموين يكون موجود وبالثمن المناسب، يعني مضاربة ما تكون شايف في هاد الفترة هذه. الدعم كأولوية استراتيجية استفادت منه المنظومة الصحية بفضل تعليمات جلالة الملك، حيث أبانت هذه المنظومة عن فعالية في تدبير الأزمة الصحية. بفضل السياسة والتدبير الحكيم ديال سيدنا الله ينصرو كانت واحد الاستباقية في اتخاذ الإجراءات، وهذا اللي جعل أنه نقدروا نوصلوا لهذه النتيجة اللي وصلنا لها. فبالتالي لما تعلن أول حالة في المغرب خدينا إجراءات كبيرة. الطب العسكري قدم بدوره الدعم والإسناد والتعبئة للطب المدني. جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أعطى تعليماته السامية قصد وضع المراكز الطبية المجهزة رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، كما أمر جلالته بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة كوفيد-19. في مركز القيادة هنا يتم تنسيق جميع العمليات المتعلقة بهذا المستشفى اللي تنشأ تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل التكفل بمرضى كوفيد-19. ولأن للجائحة تداعيات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث التوقعات تشير لتراجع في الناتج الداخلي الخام وعجز الميزانية، جلالة الملك محمد السادس ترأس مجلسا للوزراء خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل، والذي ارتكز على مواكبة الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية والحفاظ على مناصب الشغل ثم تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. وبما ركمه المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله من حنكة التدبير ومقاربة الاستشراف والاستباقية، احتلت المملكة مكانا آمنا في معركة السباق نحو اللقاح، الآلية الوحيدة والممكنة للنجاة من الوباء. جلالة الملك أعطى توجيهاته السامية في 9 نوفمبر الماضي من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد كورونا فيروس. اللقاح الذي اعتمده المغرب والمتمثل في لقاح سينوفارم الذي خاض من خلاله المغرب تجارب سريرية انخرط فيها 600 متطوع أبانت عن نتائج إيجابية ومطمئنة، ثم لقاح أستخازينيكا
لقاح مجاني، حيث العناية الملكية والرعاية الإنسانية لجلالة الملك تحيط كافة المواطنين المغاربة. الشارع المغربي بدوره نوه بكل الخطوات الاستباقية التي أشرف عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لمجابهة جائحة كورونا. المواطنون ثمنوا أيضا حرص جلالته على جعل حملة التلقيح ضد كوفيد-19 مجانية لجميع المواطنين. تقرير سميرة أسبان وعبد إله الشهب. منذ أن اجتاح وباء كورونا بلادنا انبثقت مبادرة ملكية استباقية وضعت صحة وسلامة المغاربة فوق كل الأولويات. بحكمة ورؤية ملكية متبصرة دبرت كل مراحل الحرب على الوباء العالمي. بنفس الحكمة والحس الاستباقي تدبر اليوم مرحلة التمنيع الجماعي من الفيروس التاجي. جلالة الملك محمد السادس نصره الله حرص على أن تكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين. المواطنون ثمنوا هذه المبادرة الملكية واعتبروها بارقة أمل لهزم الوباء. فات مولوي من صاحب الجلالة أنه خول الشعب دياله أنه يأخذ لقاح ضد وباء كورونا، والجميل في هذه المبادرة أنها بالمجان، فما دامت أنها بالمجان كنشد جميع المغاربة أنهم يتوجهوا ويلتحقوا باش يستفدوا من هذا التلقيح. منذ بداية الجائحة اتخذت مجموعة ديال التدابير والإجراءات على أعلى مستوى تحت القيادة السامية والرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وجلالة الملك بقى دائما حريص على تتبع كل صغيرة وكبيرة بخصوص هذه الظرفية الاستثنائية. نحن جد فخورين بالمبادرة الملكية ديال سيدنا الله ينصره فيما يخص وصول هذا اللقاح وتعميمه والمجانية دياله. بعد ما توصلنا بالخبر ديال وصول لقاح المغرب بالفضل الجهود ديال سيدنا الله ينصره اللي حاول دار المجهود دياله باش يوصلنا لبلادنا، وفرحنا وكن أحسنا بني يعني غادي يكون واحد المنفرج. أولا كنهنيو ورسنا وكنهنيو جميع المغاربة. ثاني حاجة كنشجعوا المغاربة باش يقاو يتفاعلوا إيجابا مع هذه المحطة التاريخية. بفضل التوجيهات الملكية السامية اقتنى المغرب حوالي 66 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا لتتم عملية التطعيم بشكل تدريجي وعلى مراحل. هكذا يكون المغرب من البلدان السباقة في القارة السمراء في تمنيع المواطنين ضد كوفيد-19. بكل فخر يرحب اليوم الشارع المغربي بهذه الخطوة الاستباقية. إن من الأوائل في القارة الإفريقية أن المغرب يحصل على الحصه ديالو من التلقيح باش يلقح المواطنين، والحمد لله حتى المبادره ديال سيدنا انه التفات لجميع المواطنين انها تكون بالمجان، وتنظن انا على الجميع ان ينخرط في هذه العمليه المبادره الطيبه. وحنا فرحانين بهذا القرار الملكي، خاصه انه مجاني بالنسبه للمغاربه كاملين وكذلك الاجانب المقيمين في المغرب، وهذه بادره طيبه جدا. كنشكروا صاحب الجلاله كل الشكر على هذه المبادره. هذا ان دل على شيء انما يدل على واحد التاشيره ديال المستقبل ظاهر اللي غيحيد لنا ذاك الخوف. الحملة الوطنية لتلقيح محطة واسعة النطاق يعول عليها المواطنون للخروج من أزمة صحية أثقلت كاهلهم في كل ميادين الحياة، رهان على وعيهم أيضا للانخراط بشكل إيجابي في إنجاح هذه الحملة لكسب رهان المناعة الجماعية خلال هذه المرحلة غير المسبوقة. الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 انطلقت إذن بمراكز التلقيح عبر مختلف جهات المملكة وبصفة تدريجية. الحملة ستهم الفئات المستهدفة بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالوباء. محسن قيس. الساعة تشير إلى 8 مساء وموعد بدأت فيه مراكز التلقيح عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة استقبال المستهدفين من المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19. هم أصحاب الوزرة البيضاء البالغون من العمر 40 سنة فما فوق، ظلوا في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء منذ ظهوره ببلادنا في مارس الماضي. رجال ونساء ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل صحة الوطن والمواطنين، واليوم كما عهدناهم في الصفوف الأمامية يتلقون الجرعة الأولى من لقاح انتظره الجميع.
بجهة الشرق وبإقليم بعمل توجد أنقاد. كانت الانطلاقة بالناس ديال قطاع الصحة اللي هم في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء، والحمد لله أنا تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح، والناس ديال القطاع هم كيتلقاو الجرعة ديالهم الأولى. استجابة لنداء الملكي واستجابة لانطلاقة الملكية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، انطلقت العملية اليوم، وإن شاء الله سنباشرها ابتداء من الغد في صفوف الأطر الصحية وكذلك الأطر نتاع السلطات من الأمن من الداخلية من إلى غير ذلك، لأن هاد الناس هما اللي في صفوف الأولى. بدينا وانطلقنا واستفدنا حتى احنا ك بيرسونيل سونتي اللي في الصفوف الأمامية، وتلقينا الجرعة الأولى، ومن بعد غنتلقاو الجرعة الثانية، ونتمنوا أنه إن شاء الله بهاد الحملة وبهاد التلقيح نحاولوا نرجعوا كما قال صاحب الجلالة في الحياة الطبيعية في أقرب الأجل إن شاء الله، باش احنا نستفدوا من هاد التلقيح، لان هاد التلقيح كنا كنتسناوه مده وزمن وشهور واعوام باش يمكننا نخرجوا بلادنا من هاد الجائحه، وكذلك نتجاوزوا التعب اللي تقريبا عام وحنا كنخدموا في الجائحه ديال كوفيد. لتتوالى بعد هذه العمليه النوعيه على صعيد الوطن وبشكل تدريجي في افق تحقيق مناعه جماعيه تعيد الحياه لسابق عهدها. مراكز للتلقيح وزعت بمختلف اقاليم المملكه واخرى متنقله لايصال اللقاح لابعد نقطه من ربوع وطننا الحبيب، كلها تدابير واجراءات لانجاح هذه المحطه الاساسيه للقضاء نهائيا على فيروس حير الجميع، ذلك القاتل الصغير الذي قلب حياتنا رأسا على عقب، هو اليوم أمام لقاح أثبت نجاعة وفعالية يشهد بها الجميع، ليبقى دور المواطن أساسيا مع اقتراب نهاية الجائحة كما بدايتها، انخراط شامل لإنجاح عملية التلقيح واستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية للقضاء على الفيروس. أعود إليكم بروفيسور، يعني كيفاش كتوقعوا الآثار المباشرة للمرحلة الأولى من التلقيح على الوضعية الوبائية ببلادنا؟ والحمد لله اللي يجب الإشارة إليه هو أنه نوعا ما الحالة الوبائية في المغرب شبه مستقرة، ولا سيما ملي كنشوفوا العدد ديال الأشخاص في وضعية حرجة والامتلاء ديال القاعات ديال الإنعاش، إلا أنه اللقاح كيمكننا من واحد القضية مهمة هو أنه كنهرسوا هذيك السلسلة ديال التفشي ديال الفيروس. إذا هو في المرحلة الأولى اللي بغينا نديرو هو أنه نحميو الأشخاص في وضعيات هشة صحيا. إذا الجرعات اللي عندنا غادي نحاولوا نحميو بها أولا الناس اللي في الصفوف الأمامية اللي تمكنوا من بعد ذلك بأنهم يعطيوا العناية الكاملة للأشخاص اللي واحد السن معينة. إلا حمينا هذوك الأشخاص هذوك كنحميو بأنه ما نوصلوش بزاف ديال الأشخاص الوضعية ديال الأعراض الحرجة وما كيمشيوش الإنعاش وكنقصوا عدد الوفيات، وهذا شيء جميل جدا. نعم، يعني بروفيسور باش تكون هذه الحملة ناجحة يجب استكمال هنا المناعة الجماعية، أي 80% من السكان يجب أنهم باش خاصهم يتلقحوا. العملية غتتم عبر مراحل، شنو هي الأهمية ديال التدرج من أجل التحصين الجماعي، وشنو هي معايير اختيار الفئات المستهدفة؟ وهذا سؤال مهم جدا، لأن بزاف الناس كيسولونا على هذا السؤال، كيف اخترتم هذه الفئات؟ هذا هي كاينه توصيات ديال منظمه الصحه العالميه. نعم. التي تقنن نوعا ما هذه الاجراءات هذه، واللي كتبدا دائما بالناس اللي في الصفوف الاماميه، ومن بعد ذلك الناس اللي في وضعيه هشاشه صحيه من مسنين ولا اشخاص عندهم امراض مزمنه. اذا احنا من جات الجرعات ديالنا قسمنا على ذلك، وهنا لابد الاشاره الى ان هذا المجهود هذا فيه شركاء مختلفون، ولا سيما وزاره الداخليه اللي خصنا ننبهوا بانها قامت بواحد المعالمة مالية ديال مسح جميع المغاربه، والشيء الثاني وزاره الصحه. اذا هنا شنو كتمكننا باش يكون عندنا الفئات العمريه ديالنا عارفينها، غادي نبداو نحميو هاد الاشخاص هادو، وحنا بالتدرج كما قلتو غادي نهبطوا للاشخاص الاخرين على امل انه في واحد المده معينه اللي تقدر تكون 3 شهور لاربع شهور نوصلوا واحد العدد ديال 65% حتى 80%. المغرب دار الهدف ديالو 80%. اذا ملي كتكون عندنا المناعه الجماعيه شنو كنقولوا؟ كنكونوا طوقنا الفيروس، والفيروس ما يمكنلوش ينتشر بواحد السرعه. وهذا مهم جدا، لان الجميع ملي كيسولني هذا السؤال هذا لاننا نرنو الى العوده الى الحياه الطبيعية. طبيعية. أستاذ، كاين هناك أسئلة ديال المواطنين بخصوص عملية التلقيح، أدعوكم لمتابعتها باش تجاوبوا عليها من بعد.
الى بدينا دابا عمليه التلقيح وقتاش ان شاء الله نقدروا نوصلوا للمناعه الجماعيه؟ واش كاين شي احتياطات نلتزموا بها فاش نديروا عمليه التلقيح؟ التساؤل ديالي هو وقتاش غادي يبدا المفعول ديال اللقاح ضد فيروس كورونا؟ سؤالي هو كيفاش غتتم الاستشاره الطبيه في حاله ظهور اعراض جانبيه من بعد لقاح كورونا؟ علاش جوج جرعات وماشي جرعه واحده؟ واش معنى هذا ان جرعه واحده ما كافياش باش تحمي الانسان من الوباء؟ واش اذا تلقحت بهذا اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا غادي نكون قادره نحمي نفسي من انني ننقل الفيروس للناس الاخرين؟ واش هذا اللقاح غادي يضمن لي انني ما نعاودش نصاب بالفيروس مره اخرى؟ اذا بروفيسور نبداو بالتساؤل الاول. مواطن كيقول اذا بدينا عمليه التلقيح وقتاش نقدروا نوصلوا للمناعه الجماعيه؟ وهذا السؤال كان ديما كنتوصلوا به، كنتمنوا بانه على حسب الجرعات اللي غتكون عندنا، ولكن الا كان عندنا على حسب المخطط اللي كاين قريبا ان شاء الله، كنتمنوا في شهر الصيف ان شاء الله ولا في موسم الصيف يكون عندنا هذه العوده التدريجيه الى الحياه الطبيعيه. نعم. ان شاء الله. تساؤل اخر كيقول بروفيسور بغينا نعرفوا كيفاش غتتم الاستشاره الطبيه في حاله وجود اعراض جانبيه؟ هذا سؤال مهم. كاين واحد ما تسمى باليقظة الدوائية اللي هو داخل في المخطط ديال المغرب، كل ما كانت هناك أعراض جانبية كتجع هذه اليقظة الدوائية وكيمكننا نتصلوا بواحد الرقم معين. نعم. باش نعبروا على هذه الأعراض الجانبية. مواطن آخر كيتسأل علاش جوج جرعات وماشي وحدة؟ واش اللي خدا جرعة وحدة كافية باش تحميه؟ هنا باش نكون واضح، التلقيح في جرعتين، إلا خديتي جرعة واحدة فأنت غير ملقح. نعم. إذا علاش جرعتين؟ لأن المناعة الكاملة. نعم. تكتمل بالجرعة الثانية. وقتاش كيبدا المفعول ديال اللقاح ضد كورونا؟ ملي كيبدا اللقاح اولا كيبدا في 15 يوم الاولى، ولكن في ثلاثه السيمانات الاولى ولا اربعه السيمانات كيكون بدا واحد النسبه معينه، ولكن لا يكتمل، اكدوا على ذلك، الا من بعد 8 ديال السيمانات. نعم. تساؤل اخر لمواطن كيقول واش اللي الا تلقحت غنبقى مازال قادر على نقل الفيروس للناس الاخرين، ام ان اللقاح كيحميني من انه ينتقل لي الفيروس كورونا ونتصاب به؟ اذا الانسان كيتحمى، هذا بطبيعه الحال، المسائل العلميه لا تثبت واحد النقل ولا لا العدوى من شخص اللي ملقح ولا لا. نعم. علاش كناكد هنايا ضروره الالتزام بالاجراءات الاحترازيه. نعم. نعم. حمل الكمامات، التباعد الجسدي. نعم. حتى نخرجوا جميعا ان شاء الله. نعم. هذا هو التساؤل الاخير. مواطن كيتسائل واش كاينه شي احتياطات خاص الالتزام بها بعد الاستفاده من التلقيح؟ الحمد لله في جميع الحالات هذا الالتزام بهذه الاجراءات الاحترازيه اللي كناكدوها دائما والبسيطه تمكننا من مواجهه هذا الفيروس بجميع سلالاته. نعم. بروفيسور عزد الإبراهيمي مدير مختبر بيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، نشكركم جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم. شكرا. انطلقت إذن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، حملة مجانية لجميع المواطنين طبقا للتعليمات الملكية السامية. عبر التراب الوطني سنواكب انطلاق هذه العملية من خلال شبكة مراسلينا، ونبدأ من الدار البيضاء مع خالد أزدون. مساء الخير خالد. مساء الخير نادية. إذن خالد، كيف كانت عملية التلقيح بالعاصمة الاقتصادية؟ نعم نادية، البداية سوف تكون بالأطر الطبية. طبيعة الحال كنا دائما نقول بأن الأطر الطبية والصحية في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، وأمر عادي أن تبدأ حملة التلقيح من هذه الأطر الطبية والصحية. نحن اليوم سوف نواكب أولى عملية التلقيح. في البداية كما تلاحظون هنا عملية أخذ البيانات لهذه السيدة التابعة لوزارة الصحة من خلال اشتغالها كإطار طبي وصحي بوزارة الصحة، يتم أخذ البيانات والمعلومات المتعلقة بها، وكل هؤلاء الأطر تنتظر دورها بعدما تم وضع البيانات أو أخذ البيانات المتعلقة بهم كبداية مرحلة التلقيح. كما تلاحظين نادية، فالكل معبأ لانطلاق عملية التلقيح، ولا بأس أن نسأل عن إحساس هذه الأطر الطبية. معي كمال نور الدين، هو مسؤول عن التواصل بمديرية الجهوية لوزارة الصحة بمدينة الدار البيضاء. سي كمال، احساس يعني انتم كنتم من البدايه في مواجهه الوباء، وانتم اليوم غتكونوا في يعني كاول من يبدا عمليه التلقيح. بالنسبه لليوم تاع التلقيح، عطى سيدنا الله ينصرو اول انطلاقه رسميه،
وهذا شرف الأطر الصحية أنهم كيجيو من وراء سيدنا كيتلقحوا كمواطنين أولا كيف ما كانوا هما في الأول كانوا كيحاربوا هذا الوباء. اليوم تجندوا كذلك لأن هذا واجب وطني للتلقيح. احنا كنقولوا أنه باش الفئة كاملة المغاربة كاملين يتلقحوا، هذا نداء أن جميع المغاربة يعرفوا بأن التلقيح راه واجب وطني باش نحميو روسنا ونحميو جميع العائلات ديالنا. كيف ما كتعرفوا أن المغرب كان هو سباق للوباء حاربه، وهذه السياسة رشيدة تاع سيدنا الله ينصره، لأنه كذلك السياسة الرشيدة تاع سيدنا أنه جاب لنا التلقيح في واحد الوقت محدد لدول أخرى ما توصلوش بها، وحنا اليوم فرحانين بزاف، فرحانين ماشي بواحد فرحة ما كتصورش. إذن سي كمال نور الدين تأطار ومسؤول عن التواصل بالمدير الجهوي لوزارة الصحة بمدينة الضربة، شكرا لك وكنتمنوا لك مسار موفق. نضيف واحد الإضافة أننا اليوم كنبغيو نشكروا ونهنيوا المديرة الجهوية الدكتورة نبيلة الرميلي اللي في حقيقة من بدأ الوباء وحتى اليوم أننا هاد الساعة نادتنا كاملين وحاضرة معنا ودائما موجودة معنا 24 ساعة وساعة، وكنهني جميع مهني الصحة بالمغرب كامل اللي وقفوا ضد هاد الوباء، وهنيئا لهم لأنهم وصلوا. وكنشكر سيدنا الله ينصره اللي خلق الصندوق وجاب لنا التلقيح، كنتمنى لسيدنا الله ينصره الصحة والعافية. شكرا دكتور، وأكيد بأن العمل سوف يتواصل بما أن هذه الأطر سوف تواصل الحرب ضد وباء كورونا، وأيضا حملة التلقيح سوف تنطلق عبر هذه الأطر الصحية. سوف نتابع عملية التلقيح أو سوف نواكب واحدة من عمليات التلقيح لأول مرة يعني كفريق قام بتغطية كل ما يتعلق بالوباء. سوف نكون حاضرين في أول عملية التلقيح، هذا واحد من الأطر الطبية والصحية الآن في عملية إعطاء وملء البيانات المتعلقة بهذا الإطار الطبي. هذه البيانات سوف يتم تخزينها في قاعدة بيانات خاصة بوزارة الصحة، المعلومات حول ما إذا كان هناك أمراض جانبية أو مشاكل صحية لهذا الإطار الطبي أم لا. بعد ذلك سوف تمر عملية التلقيح. خمس مليمترات هي حجم الحقنة. هكذا تكون أول عملية تلقيح حضرنا لها. الأمر يتعلق بالأطر الطبية والصحية التابعة لوزارة الصحة. العملية سوف تتواصل اليوم هذا المساء بخصوص الأطر الحاضرة هنا، وأيضا سوف تشمل حتى باقي المواطنين التي ستنطلق يوم غد. الحرب على الوباء ما زالت مستمرة، الأطر الطبية كانت في الواجهة منذ البداية، والآن هي تبدأ عملية التلقيح كنداء لكل المواطنين من أجل عملية التلقيح. شكرا لك خالد أزدون، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. ننتقل اللحظة إلى بني ملال وينضم إلينا مبعوث الأولى عبد الحميد جبران. عبد الحميد، كيف هي الأجواء هناك على ضوء انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح هذا اليوم؟ مساء الخير نادية، مساء الخير مشاهدينا الكرام. فعلا في مدينة بني ملال تنطلق بشكل رسمي الحملة الوطنية للتلقيح هنا بجهة بني ملال خنيفرة، بعدما أعطى انطلاقتها بشكل رسمي على المستوى الوطني جلالة الملك محمد السادس نصره الله. نتواجد الآن بمقر المندوبية الإقليمية للصحة هنا بمدينة بني ملال، حيث تعطى انطلاقة رسمية للعملية على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال تطعيم 10 أشخاص من أطر وزارة الصحة هنا بالمدينة، بدءا بالسيد المدير الجهوي للصحة كأول شخص يتلقى التلقيح اللقاح هنا على مستوى الجهة. إذن الأجواء عادية جدا، عملية التلقيح في بدايتها هنا بالجهة تمر بأجواء عادية جدا، وذلك في إطار البروتوكول الخاص بالتلقيح المعتمد من طرف وزارة الصحة.
بالنسبة للمعطيات التي حصلنا عليها من مصالح وزارة الصحة بالإقليم أو بالجهة، فإن العملية ستستأنف غدا بشكل مكثف على مستوى 54 نقطة للتلقيح هنا في تراب الجهة، موزعة على الشكل التالي: 16 نقطة للتلقيح بإقليم بني ملال، 13 نقطة للتلقيح بإقليم خنيفرة، 9 نقط للتلقيح بإقليم خريبقة، 7 نقط للتلقيح بإقليم الفقيه بن صالح، فضلا عن 9 نقط للتلقيح بإقليم أزيلان. بطبيعة الحال نتحدث عن الفئة المستهدفة بالعملية الأولى، أطر وزارة الصحة الذين يتجاوز سنهم 40 سنة، بالإضافة إلى أفراد القوات العمومية والجيش والتعليم الذين يتجاوز سنهم 45 سنة، إلى جانب باقي أفراد المجتمع الذين يتجاوز سنهم 75 سنة. كما تشاهدون مشاهدين الكرام في هذه الأثناء إذن تعطى الانطلاقة الرسمية للعملية هنا بالجهة، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير اللقاح بشكل مجاني وتدريجي لكافة المواطنين. شكرا لك عبد الحميد جبران، كنت معنا مباشرة من بني ملال. وقبل قليل وافانا مراسلنا بقلميم الحافظ محضار بآخر المعطيات المتعلقة بانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح على مستوى جهة قلميم ودنون، لنتابع. نعم، تواجد أمام أحد المراكز على مستوى إقليم قلميم التي أعطيت بها الانطلاقة قبل قليل، أي بحلول الساعة 8 مساء، لعملية التلقيح على مستوى هذا الإقليم، بعد أن تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء الانطلاقة الفعلية لهذه العملية الغير مسبوقة على صعيد المملكة. على مستوى جهة قلميم ودنون تم إعداد 91 مركزا لإجراء عمليات التلقيح، فيما سيشرف على هذه العملية ما يناهز 400 من العاملين بالقطاع الصحي. ومن الداخل العالي حميميد، تقربنا من أجواء انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح على مستوى جهة الداخلة واد الذهب. وعلى غرار باقي مدن المملكة، انطلقت هنا بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخل الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، حيث تجند لإنجاح هذه العملية طاقم طبي مكون من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، سيتوزعون على 3 مراكز قارة مجهزة لوجستيكيا، 2 بالداخل والثالث بإقليم أو سرد. وستتم هذه العملية في احترام تام لمعايير الأسبقية التي سطرتها وزارة الصحة، كما هو الحال هنا، حيث بدأت العملية بتطعيم الأطباء. والجدير بالذكر أن هذه الجهة عرفت حملة واسعة من التعبئة من طرف وزارة الصحة والسلطات وفعالية من المجتمع المدني من أجل أن ينخرط السكان في هذه الحملة التي يتوخى منها التحصين ضد هذا الوباء وعودة إلى حياة عادية. ومن العيون وفانا محمد لامين القارح قبل قليل بمعطيات حول انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، لنتابع. بالفعل انطلقت اليوم بجهة العيون الساقية الحمراء عملية التلقيح أسوة بباقي أقاليم وجهات المملكة، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتلقيح ضد وباء كوفيد-19. على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، فقد تم إعداد 16 مركزا للتلقيح على مستوى إقليم العيون، 10 منها بالوسط الحضري و6 بالوسط القروي، بينما تم إعداد 5 مراكز للتلقيح بكل من إقليمي بوجدور والسمارة، و7 مراكز على مستوى إقليم الطرفاية. عملية التلقيح في مرحلتها الأولى سيستفيد منها مهنيو الصحة والسلطات المحلية والسلطات العمومية ومهنيو التعليم والمواطنين الذين يبلغون 75 سنة فما فوق. هذا وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الإصابات بهذا الوباء على مستوى الجهة قد عرفت انخفاضا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية، وهو مكتسب يجب الحفاظ عليه من طرف الساكنة باتباع البروتوكول الصحي المتبع على مستوى البلاد. ننتقل بكم الآن إلى شمال المملكة لتنضم إلينا من طنجة المديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة وفاء أجناو. مرحبا بكم دكتورة.
مرحبا وشكرا على الاستضافة. مرحبا. إذن قبل قليل دكتورة تلقيت أول جرعة من اللقاح، واش ممكن توصفي لنا الشعور ديالك في هذه اللحظة؟ وفعلا شعور اللي ما نقدروش نوصفه، لأنه لبينا النداء وكنا من سباقين من بعد سيدنا الله ينصره باش أعطانا الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية ضد تلقيح كوفيد 19. الأطر الطبية والتمريضية والإدارية لكل كل مجند لإنجاح هذه العملية، وكما شفتوا بدينا حنا الأطر الصحية وكنطلبوا من الجميع ينخرط معنا باش ننجحوا هذه العملية إن شاء الله. نعم دكتورة، واش ممكن تقربينا من عملية انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح ضد كوفيد 19 بجهة طنجة تطوان الحسيمة؟ كما كتعرفي المحطات كلهم مهيئين وحنا مستعدين باش نبداو العملية إن شاء الله. وكما كيعرفوا المواطنين ديالنا بأن الفئة المستهدفة في هذه المرحلة الأولى هي الفئة العمرية اللي أكثر من 75 سنة، وبطبيعة الحال الأطر الصحية والأطر الأمنية وجميع الأطر اللي في الصفوف الأمامية اللي كنسميهم لي بيرسونيل استراتيجيك. العملية إن شاء الله بدأت بما أننا تلقينا الجرعة في الجهة دابا شوية، يعني كل شيء الأطر بدأوا كيتلقحوا والجميع إن شاء الله غادي ينخرط معنا، والفئة العمرية اللي فوق 75 سنة غادي توصل بالإسماس اللي كيعطيها موعد اللقاح ديالها والمكان اللقاح ديالها، وإن شاء الله الحملة غتمشي على أحسن وجه. نعم الدكتورة وفاء جناوة المديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، شكرا لكم على كل هذه المعطيات، كنتم معنا شكراً. مباشرة من مدينة طنجة. وجهتنا اللحظة مراكش، وينضم إلينا مباشرة مبعوث الأولى عماد أمسمير. عماد، ما هي الأجواء التي طبعت انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بالمدينة الحمراء؟ نعم نادية، انطلقت اليوم إذن رسميا الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 على مستوى مدينة مراكش. قبل قليل انطلقت عملية تلقيح 10 من مهنيي الصحة المزاولين لعملهم في الصفوف الأمامية على مستوى مدينة مراكش، وفي هذه المرحلة الأولى تم تجهيز 8 محطات صحية للتلقيح موجهة ومخصصة للساكنة المستهدفة الذين يتجاوزوا عمرهم 75 سنة، كما تم تجهيز كذلك 12 وحدة متنقلة مخصصة للعاملين في الصفوف الأولى. هذه المحطات والوحدات تم تجهيز يشرف عليها طاقم صحي متكامل مكون من أطباء وممرضين وطاقم تقني وكذلك إداريين يتجاوز عددهم 156 عنصرا. نعم نادية، مدينة مراكش سجلت اليوم 20 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وهذا انخفاض في عدد الإصابات المسجلة على مستوى مدينة مراكش مقارنة بالأسابيع والأشهر الماضية، وهذا لا يعني نادية عدم الاستمرار في يعني الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها، فرغم التلقيح يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أفق القضاء نهائيا على هذا الوباء مع التلقيح والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية. نعم نادية، شكرا لك عماد مسمير على هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من مراكش. وللحصول على المعلومات المتعلقة بمتى وأين يمكن الاستفادة من اللقاح، وضعت وزارة الصحة رقما خاصا يتلقى رسائل نصية تتضمن معلومات شخصية ويتم عبرها التواصل مع المواطنين. من جهة أخرى وضعت رهن الإشارة بوابة إلكترونية ورقما أخضر لأي معلومات إضافية. التفاصيل مع سكينة الإدريسي.
وسائل مختلفة تم وضعها للحصول على معلومات تخص عملية التلقيح، لكن أولاً لابد من معرفة ما يجب عمله للحصول على مكان وزمان الاستفادة من اللقاح، ولهذه العملية يجب اتباع هذه الخطوات. يجب إرسال رسالة إلى الرقم 1717 تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين ببلادنا. بعد لحظات ستتوصلون برسالة نصية تحتوي على جواب واضح. لمعلومات إضافية، هناك رقم أخضر رهن إشارتكم ألو لقاح كورونا، الرقم مفتوح من الاثنين إلى السبت من 8 صباحا إلى 6 مساء. يمكنكم أيضا الولوج إلى البوابة الإلكترونية www.lekahkorona.ma حيث تتوفر جميع المعلومات باللغتين العربية والفرنسية. في هذا الموقع تجدون أيضا معلومات تتعلق باللقاحين أسترازينيكا وسينوفارم، وأيضا معلومات حول النتائج الإكلينيكية للقاح. بعد أخذ عينات التطعيم يمكنكم تحميل شهادة التلقيح عبر نفس الموقع www.lekahkorona.ma. المركز الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء يلقح مستخدميه من أطباء وممرضين وإداريين 9 نقط لاستقبال هذه الأطر من أجل تلقيحها في ظروف ملائمة وجيدة. سعيد الإدريسي وعبد الرحمن زين. مستشفى 20 غشت يستقبل مهني وأطر ومستخدم المركز الجامعي الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء. هذه الوحدة من ضمن 9 نقط موزعة داخل المستشفى تستقبل 4500 من العاملين بالمركز من الأطر الطبية والإدارية والتمريضية، يلقحون هنا باعتبارهم يشكلون العاملين في الصفوف الأولى. كنا في الصفوف الأولى وما زيدنا في الصفوف الأولى وعلى أتم استعداد باش نستقبلوا البيرسونيل دو سي اش يو كازا من أجل عملية التلقيح، والحمد لله تلقينا اون فورماسيون دي فورماسيون اللي كانت اون لين كونسيرنو هاد الحملة دلا فاكسيناسيون. تم اتخاذ جميع الترتيبات باش عملية التلقيح تدوز في ظروف اللي هي مزيانة، وباش حتى في نفس الوقت تكون استمرارية الخدمات في جميع المصالح الاستشفائية. ولضمان تلقي اللقاح في ظروف جيدة تشرف لجنة متخصصة على كل مراحل عملية التلقيح مع إشراك المصالح الصيدلية وطب الشغل. تم إشراك طبيب الشغل أو مصلحة طب الشغل في هذا الإطار هذا في الإجراء المنتظر باش يدوز هذه الحملة ديال التلقيح في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، ويندرج في جميع المستويات من ابتداء من تكوين الفرق ديال التلقيح مرورا بتكوين ديالهم على كيفاش يخدموا العملية ديال التلقيح وانتهاءا بمراقبة الصحة ديالهم بعد اللقاح. الدور ديال الصيدلاني هو تزويد نقطة التلقيح باللقاح والحفاظ على الجودة ديالو منذ نقطة التزود اللي هي الصيدلية المركزية ديال المستشفى الجامعي ابن رشد حتى نقطة التخزين ديالو بالوحدة بمحطة ديال التلقيح. تنطلق إذن الحملة الوطنية للتلقيح التي تشكل رهانا وطنيا يروم تحقيق مناعة جماعية ببلادنا، وتستهدف في بدايتها كل الذين وقفوا ولا يزالون في الصفوف الأمامية وصمدوا طيلة الجائحة. نعود إلى مراسلين الذين يواكبون عملية التلقيح التي انطلقت حوالي 8:00 مساء، ونربط الاتصال مباشرة مع مبعوث الأولى إلى أكادير محمد الواهبي. إذن محمد، كيف هي أجواء العملية التي انطلقت قبل قليل؟ نعم أختي نادية، انطلقت هنا بأكادير عملية التلقيح في أجواء جد مواتية تسودها الطمأنينة، وهمت عينة من الصفوف الأمامية من ذوي الوزرات البيضاء الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح. من المؤشرات الأولى توفير كل الظروف المواتية مع تجند الأطقم الطبية والتمريضية لإنجاح هذا الورش الوطني الكبير الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بالنسبة لجهة سوس ماسة فقد تم اعتماد جرعات اللقاحين معا باعتبارهما ملائمين لمعايير الجودة والسلامة الصحية والتجربة، والمأمول
تحصين الفئات المستهدفة من كوفيد 19، ولهذا الغرض تم تخصيص 342 نقطة ثابتة و435 نقطة متحركة، وتجنيد أزيد من 1000 طبيب وممرض ومسجل طبي. للتذكير فقط، تقوم عملية التلقيح على 4 مرتكزات، هي الشفافية والمجانية والتطوع والتضامن. شكرا لك محمد الواهبي على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من أكادير. وعملية التلقيح ضد كوفيد 19 تنظم بصفة تدريجية وتستهدف في مرحلتها الأولى العاملين في الصفوف الأمامية ضد كوفيد 19 والأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق. التفاصيل في روبورتاج إيمان سلاوي، أحمد الفاضلي وحياة فخري. حملة وطنية للتلقيح غير مسبوقة وواسعة النطاق انخرطت فيها بلادنا بكل جاهزية لتحصين المغاربة ضد كوفيد 19، والهدف تحقيق مناعة جماعية تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن عدوى الفيروس. اختيار ديال الشريحة ديال المستفيدين أولين في لقاح كوفيد 19 ما جاش عن عبث، جاء من انطلاقا من معطيات علمية، لأنه كان من الطبيعي أنه الناس اللي السن ديالهم متقدم واللي هما الاكثر عرضه للاصابه بالحالات الخطيره او الوفيات يكونوا من المستفيدين الاولين، والمغرب اختار السن 75 سنه في انتظار انه هذا السن هذا ينقص تدريجيا، وكذلك اختار الناس اللي هما اكثر عرضه للاصابه بسبب العمل ديالهم. المملكة اقتنت كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة، وعملية التلقيح ستهم في مرحلتها الأولى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد 19، وهم بالأساس مهني الصحة البالغون من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية، نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، والأشخاص المسنين البالغين من العمر أزيد من 75 سنة. كل ما استطعنا أننا نحميو هاد المواطنين هادو اللي مسنين، كل ما استطعنا أن أيضا نحميو المنظومة الصحية من انهيار، لأن إذا استطعنا نحميو هادو فغادي يقل عدد ديال الحالات الخطيرة، ولا قلت عدد الخطيرة يمكن القطاع الصحي يرجع للعمل ديالو المعتاد قبل الوصول للهدف الأساسي من هاد الحملة، وهو المناعة الجماعية، أي 80% من الناس تقريبا اللي خصهم يتلقحوا. إنها فرصة حقيقية لمواجهة الجائحة، والطموح هو بلوغ نسبة تغطية تقدر ب80% لعودة الحياة إلى طبيعتها وإلى سابق عهدها، ويبقى الالتزام بإجراءات التباعد بعد التلقيح إلى حين تأمين مناعة جماعية أمرا ضروريا، فرهان حربنا ضد الفيروس لا زالت كبيرة. ونتابع مع شبكة مراسلين عبر جهات المملكة، وننتقل إلى الشرق المملكة وتحديدا مدينة وجدة التي شهدت على غرار باقي الجهات انطلاق عملية التلقيح ضد وباء كوفيد 19، وينضم إلينا من هناك موفد الأولى ياسر العمراني. ياسر، ما هي المعطيات المتوفرة لديك بخصوص عملية التلقيح بوجدة؟ أهلا بك نادي، أهلا بالمشاهدين الكرام. نتواجد هنا إذن بمدينة وجدة في تغطية خاصة لهذا الحدث الهام، الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح، العملية التي تهدف إلى الحد من رقعة انتشار وباء كورونا وضمان مناعة جماعية من خلال تلقيح نسبة 80% من سكان المغرب. في حدود الساعة 8 من مساء اليوم انطلقت عملية التلقيح هنا بمدينة وجدة. همت هذه العملية عددا من الأطر التمريضية والطبية، وصل عددها إلى 10 أطر في انتظار مواصلة هذه العملية بالغد إن شاء الله. بلغة الأرقام وبإقليم وجدة تم تخصيص 34 محطة للتلقيح، 355 ألف من الأفراد المتوقع أن يستفيدوا من هذا اللقاح، و700 ألف جرعة هو عدد الجرعات التي سيحتاجها الإقليم في هذه العملية. خلال زيارتنا لمجموعة من المراكز والمحطات المخصصة للتلقيح تبين الاستعداد التام من أجل إنجاح هذه العملية من خلال توفير مجموعة من الوسائل اللوجستية
من وسائل للتبريد، كذلك معدات التسجيل الإلكتروني، إلى جانب رسم مسار التلقيح الذي سيتبعه كل المستفيدين من هذا اللقاح، والهدف دائما السيطرة على هذا الوباء وبالتالي العودة إلى الحياة الطبيعية. نادية، شكرا لك ياسر العمراني على كل هذه المعطيات. كنت معنا مباشرة من مدينة وجدة، أجواء انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 بالعاصمة الرباط، يطلعنا عليها رضا عماو الذي واكب انطلاق العملية. نتواجد اللحظة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، حيث انطلقت الحملة الوطنية للتلقيح. هنا بهذا المركز يتم تطعيم الأطر الصحية سيرا على ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، بجانب بروفيسور رضوان أبو قال. سي رضوان، يعني انتما بروفيسور، انتما من الأولين اللي كنتوا في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء، اليوم انتما من الأولين اللي استفدوا من هذا العملية ديال التلقيح، كيفاش عشتوا هاد اللحظه؟ في الحقيقه احنا جد مسرورين، لان هذا لحظه تاريخيه، سورتو ملي صاحب جلالة عطى الانطلاقه وعطى المثل انه تجلب. احنا دابا ملي بدينا احنا كنتمنوا ان 80% على الاقل المغاربه يجلبوا باش تنتهي هاد الجائحه ان شاء الله. أول حاجة كما قال صاحب جلالة نصر الله، راه اللقاح مجاني، والناس اللي عندهم أكثر من 17 عام وما فوق خصهم يتفاكسيناو، خصهم ياخذوا هذا اللقاح ويتشجعوا ويمشيوا وياخذوا اللقاح، لأن مهم، لأن هذه من الحلول الرئيسية اللي غتنهي هذه الجائحة. وكنقول لهم ما ينساوش لي ماسك ولافاج دي ما والتباعد الاجتماعي، حتى هو راه مهم، حتى نغطيو إن شاء الله 80% ديال 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 اللقاح. إذا كيفما تتبعتم هنا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، تتواصل الحملة الوطنية للقاح، الكل هنا مجند لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني. كان معكم رضا عماو للأولى وعدنان الهرس. اللحظة نتوقف عند الشاشة التفاعلية للتعرف أكثر على تفاصيل وأولويات الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا مع المهدي محب. أهلا بكم. الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا أعطيت انطلاقتها رسميا يومه الخميس. للتذكير، التلقيح في بلادنا سيكون بشكل مجاني، وكأول خطوة عملية للاستفادة من اللقاح يتعين على المواطنين بعث رقم البطاقة الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب إلى الرقم الأخضر المجاني 1717، وذلك للتعرف على مكان وموعد عملية التلقيح الخاصة بهم. بداية حملة التلقيح الوطنية ستكون بمهنيي الصحة الذين تفوق أعمارهم 40 سنة، الفئات العاملة في الصفوف الأمامية والتي يفوق عمرها 45 سنة، ثم المواطنين الذين يتجاوز عمرهم 75 سنة، على أن يتم تلقيح باقي المواطنين في مرحلة موالية، وذلك بعد التوصل بباقي الجرعات، مع العلم أن المملكة اقتنت 66 مليون جرعة. تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح سيكون على مدى 12 أسبوعا، وذلك عبر 4 فترات تبلغ كل واحدة منها 21 يوما، بمعدل 150 و200 لقاح في اليوم لكل عامل صحي، مع وضع نظام مداومة لضمان السير العادي للخدمات الصحية الأخرى. 25,631 هو عدد الموارد البشرية التي تم تعبئتها لعملية التلقيح، منها 14,423 بالوسط الحضري و 11,208 بالوسط القروي. أما الهدف من التلقيح فيتجلى في حماية الصحة العامة وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي وتقليل عدد الوفيات وضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80% من سكان المغرب الذين تفوق أعمارهم 17 سنة. التطعيم باللقاح لا يعني نهائيا تشكيل مناعة مضادة لفيروس كورونا مباشرة بعد الجرعة الأولى، بل يتطلب الأمر فترة تزيد عن 2 أسبوع بعد تلقي الجرعة الثانية، والتي تفصلها عن الجرعة الأولى مدة 3 أسابيع.
وبخصوص تطور الوضع الوبائي ببلادنا، أعلنت وزارة الصحة هذا المساء عن تسجيل 756 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و895 حالة شفاء مقابل تسجيل 17 حالة وفاة، وذلك خلال 24 ساعة المنصرمة. الدلالة العميقة لهذا اليوم الذي أعطى فيه جلالة الملك محمد السادس الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، محور بارز تصدر اليوم أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد بتقنية المناظرة المرئية. الأشغال تضمنت أيضا عرضا حول البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ودراسة والمصادقة على مشروع مرسوم. هدى مساهل، فؤاد الحرش، ونور الدين الوباني. كلمة رئيس الحكومة تميزت بالتأكيد على الأهمية التي يكتسيها إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 كمحطة هامة في مسيرة جهود المملكة لمواجهة هذه الجائحة. سجل السيد رئيس الحكومة بارتياح أن بلادنا تتموقع بشكل جيد عالمياً في مواجهة الجائحة. عدد الوفيات تراجع بشكل كبير، كما سجل تراجع هام في عدد الإصابات وعدد الحالات الحرجة. إثر ذلك استمع المجلس إلى عرض حول البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، برنامج يمكن من تحقيق الالتقائية ومؤسسة تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج قصد تقوية مساهماتها في مختلف الأوراش الوطنية واستثمار خبرتها وتجاربها في إطار تنزيل برامج النموذجي التنموي الجديد. هذا البرنامج سيمكن من تعبئة 10,000 كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في أفق 2030 بهدف استثمار أمثل للرأسمال البشري اللامادي والمادي المزدوج. بعد ذلك تدرس المجلس مشروع مرسوم متعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية. وإلى مجلس حكومي مقبل ثم تأجيل تدارس مشروع مرسوم متعلق بالنظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية وآخر يهم التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية. عبر تقنية المناظرة المرئية انعقدت أمس أشغال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكان الإجماع على أهمية إعطاء مزيد من الدينامية لعمل الجمعية بالنظر إلى عدد التحديات التي تواجه منطقة حوض المتوسط والتي تستدعي تضافر الجهود لمواجهتها. عبدوها بالكعراتي وأمين شرقاوي. خلال هذا اللقاء أكد الحبيب المالكي بصفته نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على أهمية إعطاء مزيد من الدينامية لعمل الجمعية، مشيرا إلى عدد من الإكراهات التي تواجه منطقة حوض المتوسط تستدعي بذل مجهودات لمواجهتها. كانت مناسبة لمعالجة عدد من القضايا المهمة جدا والمرتبطة بالهجرة، بالتقلبات المناخية، بكل ما له علاقة بالعنف في بعض البلدان. كما تم التطرق إلى النتائج الوخيمة لجائحة كورونا على الاقتصاد وضرورة العمل على إقلاع اقتصادي وتنمية شاملة للمنطقة في مرحلة ما بعد الجائحة وتعزيز التعاون في جميع المجالات. كان هناك تناول للكلمة لرؤساء اللجان، وقد تطرقوا لمجموعة من القضايا الحالية خاصة ما يطرحه تحدي جائحة كورونا على حوض دول البحر المتوسط. الحبيب المالكي أبرز أيضا الجهود التي يبذلها المغرب بخصوص القضايا الحيوية التي تحظى بالأولوية بمنطقة المتوسط المتمثلة في التنمية المستدامة والأمن والسلم ومحاربة الإرهاب. وحول ملف الهجرة طالب بتقديم مزيد من الدعم للقارة الإفريقية.
تم اليوم بالرباط التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجمعية جهات المملكة. هذه الشراكة تعتبر تكريسا لمضامين الجهوية المتقدمة التي تراعي البعد الجهوي والترابي في مسلسل إصلاح المنظومة التعليمية. وفاء اليعقوبي وسمير بركة. تهدف هذه الاتفاقية إلى النهوض بالتعليم الأولي وتعميمه على أقاليم وجميع مناطق جهات المملكة، خصوصا في المناطق الهشة والنائية. الاتفاقية لم تغفل الشق المتعلقة بتطوير خدمات النقل المدرسي وإدماج التكنولوجيا المتقدمة بالمؤسسات التعليمية العمومية. نؤسس اليوم عبر توقيع هذه الاتفاقية لشراكة بناءة ومستدامة مع الجهات، يأتي هذا تجسيدا للإرادة الملكية في اعتماد نموذج تنموي جديد شامل ينبني على البعد الجهوي ويرسخ مضامين الجهوية المتقدمة. الشراكة أحاطت كذلك بقطاع التكوين المهني من خلال الأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات المجالية والاقتصادية لكل جهة، بحيث سيتم إحداث شعب ومسالك تتلائم مع هذه الخصوصيات والحاجيات التنموية لكل جهة. هو إرادة جماعية لجميع المجالس الجهوية للانخراط في هذا العمل المشترك مع وزارة التعليم في قطاع الحيوي الذي يراهن عليه صاحب الجلالة أنصار الله لمغرب الغد. تيسير ولوج التلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المؤسسات التعليمية والجامعات كان من بين أهم محاور هذه الشراكة. 28 يناير هو اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية، مناسبة لاستحضار النتائج المتميزة التي حصل عليها المغرب في هذا المجال منذ تأسيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل حوالي 10 سنوات، وخاصة خلال فترة تدبير جائحة كورونا بما في ذلك مواكبة عملية التلقيح. ريبورتاج عبد المجيد حلاوي وحسن سيلة. كاميرات في العمارات، موارد بشرية لها معطيات شخصية بالشركات والإدارات، طب عن بعد، تعليم عن بعد، تبليغ عن رشوة بمكالمة هاتفية، كلها مواضيع تحظى بمتابعة واهتمام اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. قبل 10 سنوات تأسست اللجنة طبقا لقانون وعملها برز جليا خلال الجائحة. من كانت وقايتنا اللي هي تطبيق مهم اللي تم إنجازه للحفاظ على السلامة الجماعية ديال المواطنين، كانت الملائمة مع المعطيات ديال الطبع الشخصي. أمام بلادنا تحديات ترفعها من حيث مواكبة التكنولوجيات الجديدة والمرور من ثقافة الملائمة ما قبل المعالجة إلى المراقبة الفعلية البعدية وأيضا التغطية الترابية. أول تحدي هو تطبيق توجيهات اللي شرفني بها صاحب الجلالة اللي تم تعييني على رئاسة اللجنة، هو جعل هذا القانون وهذه الحماية حماية لجميع المواطنين أينما كانوا على التراب الوطني. رئاسة اللجنة الوطنية تشغل منصب الكتابة الدائمة لشبكة لجان حماية الطابع الشخصي بإفريقيا. اللجنة وعلى مدى 10 سنوات توصلت بحوالي 3700 شكاية تخص الرسائل القصيرة SMS والكاميرات وعدم احترام الحياة الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. الشكايات منها ما وجد له توافق بين الأطراف، ومنها ما يخرج عن الاختصاص، ومنها ما أحيل على النيابة العامة. الصويرة مدينة مبدعة، هكذا صنفتها منظمة اليونسكو بفضل انفتاحها الدائم على الثقافة والفن من خلال مبادرات مبدعة وخلاقة في شتى المجالات. سهام بوخليفي وعبد غني التهراوي. مدينة الصويرة التي جعلت من الثقافة والتنوع الموسيقي والتراثي جزءا لا يتجزأ من هويتها تصنف اليوم مدينة مبدعة من طرف اليونسكو. اختيار مدينة الصويرة كمدينة مبدعة لم يأتي من فراغ، فهو يعني إنصاف لهذه المدينة التي تعج بمجموعة من
الفنون وفنانوها استطاعوا أن يصلوا للعالمية، وأخص بالذكر هنا الفنانين التشكيليين. مدينة الصبر أيضا تزخر بموروث صوفي وديني كبير. المدينة عرفت واحد التنوع ثقافي، واحد الروافد مختلفة ثقافية وفنية داخل المدينة، واللي تشكلات ممكن نسميه مدينة الصويرة كمغرب صغير في مختلف الأنماط الموسيقية. السكان ديال مدينة الصويرة اللي معظمهم فنانة في الحياة اليومية، يعني كيمارسوا الفن ديالهم في الحياة اليومية، يعني كتوجد الفن في الصناعة التقليدية، كتوجد الفن في 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 المعمار، كتوجد الفن يعني في 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 مجموعة من المجالات في المدينة. الصويرة التي صنفت في وقت سابق تراث عالمي هي اليوم مدينة مبدعة لأنها جعلت من الإبداع أساسا لمسلسل تطورها وتنميتها في شتى المجالات الحية. أعتبر أنها مدينة الموسيقى، مدينة الإبداع، مدينة الفن، وخصوصا أنها بدأت تعرف يعني منذ سنوات بواحد مجموعة ديال المهرجانات، أهمها مهرجان قنوة. مدينة منفتحة ومدينة اللي يعيش فيها كل واحد اللي بغى يكون عنده الابتكار والإبداع. إحنا كنعرفوا الناس جاوا من مدن من عالم آخر وجاوا لهنا لمدينة الصويرة وجادوا في الإبداع ديالهم. موغادور الصويرة استحقت هذا التصنيف لانفتاحها الدائم على مختلف الثقافات والديانات، فهي أرض تسامح وتعايش، وهي أرض الفنون على اختلاف أشكالها. ختاما نذكر بالعناوين. بالقصر الملكي بفاس جلالة الملك يشرف على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 ويتلقى جلالته الجرعة الأولى من اللقاح. مقاربة استباقية نهجتها المملكة المغربية بفضل الرؤية الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك للتصدي لجائحة كوفيد 19 وحرص من جلالة الملك على مجانية اللقاح لكل المواطنين. عملية التلقيح ضد كوفيد 19 تنظم بصفة تدريجية وتستهدف في مرحلتها الأولى العاملين في الصفوف الأمامية ضد كوفيد 19 والأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق. نشكركم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.